تتواصل عمليات الإنقاذ في بلدات وسط إيطاليا للبحث عن ناجين تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الأربعاء. وكالة الحماية المدنية الإيطالية أعلنت أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 159 قتيلا على الأقل، فضلا عن مئات الجرحى. رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي زار بعض المناطق المنكوبة دعا الإيطاليين إلى الوحدة الوطنية. بالنسبة للإيطاليين هي لحظة إظهار أقوى العواطف. نحن الإيطاليون نجيد الجدل، لكن عندما نواجه الألم فإن إيطاليا تظهر أفضل ما عندها. يجب أن نكون فخورين برجال الإطفاء والجيش والحماية المدنية. فرق الإنقاذ التي شرعت في إقامة مخيمات لاستيعاب آلاف الأشخاص الذين باتوا بلا مأوى استعانت بالطائرات المروحية لانتشال الناجين في القرى المعزولة وسط مخاوف من وجود مئات المفقودين والمحاصرين في منازلهم التي انهارت أثناء نومهم.